تعقد اليوم في العاصمة القطرية الدوحة القمة 35 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتتصدر الملفات الأمنية جدول أعمال القمة المتوقع أن تصادق فيها على قرارات تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين دول المجلس. التقرير التالي يلقي المزيد من الضوء عن هذه القمة. في الدوحة يجتمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمة خليجية هي 35، يجتمعون بعد عودة المياه إلى مجاريها والسفراء إلى سفاراتهم، قمة يريدونها بناءة ومفصلية في مسيرة مجلس التعاون، يبقى انتظار نتائجها للحكم عليها. قبل 9 أشهر سحبت السعودية والإمارات والبحرين سفراءها من الدوحة احتجاجا على سياسة قطر بالتدخل في شؤونها الداخلية ودعم الإخوان المسلمين. وقبل شهر عاد اجتماع طارئ في الرياض ترتيب البيت الخليجي الداخلي، وفيه تعهدت قطر بالوقوف مع باقي دول المجلس والتطلع إلى بدء مرحلة جديدة من الإجماع، فيما دعا العاهل السعودي القاهرة للتجاوب مع قمة الرياض آنذاك. اجتماع رحبت به الرئاسة المصرية بما خرج به من نتائج، وثمنت جهود خادم الحرمين لتحقيق المصالحة، وقالت إن الكرة الآن في الملعب الآخر وهي في انتظار خطوات على الأرض. أما عن بقية ملفات القمة فسيناقش القادة أيضا خطر الإرهاب وضرورة بلورة مواقف مشتركة وموحدة إزاء تصاعد خطر التنظيمات الإرهابية في المنطقة. سيناقشون أيضا فكرة تأسيس هيكل عسكري موحد لمواجهة التهديدات الأمنية المختلفة، علاوة على ملفات أخرى مثل الملف النووي الإيراني والأوضاع في سوريا واليمن. أما اقتصاديا فإلى جانب ملفات التعاون التقليدية تلح في هذه القمة مسألة الانخفاض الملحوظ في أسعار النفط وما يمثله ذلك من تحدي للدول الخليجية. هي قمة تمثل اختبارا لمدى قدرة الخليجيين على تجاوز خلافاتهم وتوحيد صفوفهم في مواجهة مخاطر وتحديات عدة. ومعنا للتعليق على هذه القمة الأستاذ أمين محمد أمين، الصحفي المتخصص في الشؤون العربية. أستاذ أمين، بعد التحية، هذه القمة تأتي بعد المصالحة التي عقدت أو ما يسمى باتفاق الرياض بين دول الخليج وتحديدا الإمارات والسعودية والبحرين وقطر، كيف ترى هذه القمة؟ ايوه بالضبط، تم تاتي بعد اتفاق الرياض، وكانت لاخر لحظه مهدده انها تنتقل الى الرياض. نعم. على اساس ان قطر ما وفتش بكل التزاماتها، لكن النهارده برضو دول السعوديه والامارات والكويت وسلطنه عمان راوا ان النهارده تعقد القمه في مكانها وفي توقيتها، على وعسى ان تلتزم قطر كرئيس القمة بما اتفقت عليه في الرياض. نعم، هل تتوقع أن تأتي أو يأتي ذكر اسم مصر ضمن هذه القمة في سياق الحديث مع قطر تحديدا باعتبارها مستضيفة للقمة؟ هو بالضبط، هو مصر حاضر دايما على أساس أن هو إحنا مصر قالت أن الأمن القومي بيمتد إلى أمن الخليج، يعني نعم. أمن الخليج من أمن مصر، فالنهاردة إحنا المنطقة كلها ومن خصوص ان تكون احد دول المنطقه هي اداه لهذا الخطر او مساعد وداعم لهذا الخطر، داعم للعناصر الارهابيه والمنظمات الارهابيه، بينما الخطر اكبر الكل بما فيهم قطر. فاعتقد ان دي الرساله اللي هيوصلها قاده الخليج لقطر، ونتمنى ان يبقى في جدول زمني للالتزام بتنفيذ قرارات القمه، وخاصه في مواجهه الارهاب وقضاء على مصادر تمويله ودعمه بكل الطرق اللي احنا شايفينها ما بتكون بيه قطر، من دعم مادي ومن دعم مخابراتي، من دعم سلاح، من دعم نظرات ارهابيه. مش مصر بس، شايفين ما بيحصل في سوريا، شايفين ما بيحصل في اليمن، شايفين ما بيحصل في ليبيا. الصوره للاسف يعني انا بقول، والاخطر من كده ان سمه التعاون الخليجي بالذات مهدده، لان هو هي دي الانجاز الساطع على الخريطه العربيه، ان هي دي أكبر تعاون موجود، كل المنظمات التعاون فشل. نعم. حد المغرب العربي واقف، تجارب الوحدة العربية نعم. جمدت، فإحنا عايزين نحافظ على هذا، فيجب إن ما يكونش عضو النهارده يشذ ويفشل هذه المنظمة. نعم، الأستاذ أمين محمد أمين الصحفي المتخصص في الشؤون العربية، شكرا جزيلا لك.